يقول: ابتليت بمرض في المسالك البولية، وأأتي للحرم يوميا مشيا على الأقدام من منطقة العزيزية لعدم وجود المال الكافي معي، وبعد عودتي إلى المنزل أجد قطرات من البول في ملابس الداخلية لا تتعدى قطرتين أو ثلاث، فهل صلاتي وطوافي في الحرم صحيح، علما أني أشعر أو لا أشعر بخروج هذه القطرات أبدا ولا يوجد معي المال للعلاج؟ ما دام إن البول ينزل فلا تأتي للحرم، لا تأتي للحرم وأنت في هذه الحالة، عليك أنك تتوضأ عند الصلاة وتصلي في أقرب مسجد إليك، والحمد لله الصلاة مضاعفة في كل مكة، كل مساجد مكة، كل ما كان داخل الأميال فالصلاة فيه مضاعفة عن 100,000 صلاة.